عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريم. اليوم غادي نقدم لكم الرز بالفلفلة والدجاج. راه كيجي رائع يا ولدي. غادي نديرو في طنجرة الضغطة، كيجي بحال مبخر، كيجي رائع يا ولدي دلديد. نتمنى انكم تجربو ان شاء الله. ندوزو للمقادير. كنحتاجو بصلة بشلطة، كنحتاجو الفلفلة هكا، انا عندي هنايا خضرة وحمرة تواجدات عندكم، حتى الصفرة ماشي مشكل ديروها. مي عندي فلفلة حمراء وفلفلة خضراء. هنا عندي الرز، عندي الدجاج، شوفوا عندي نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا الملحة، البزار، سكينجبير والخرقوم وطماد البنة. اللي بغى يديرها ماشي مشكل، ما باش يديرها يمكن نستغنى عليها. ولي خامد الموزي، واحد راس الملقة، غير شويه وشويه ديال السمن. وهنايا كنحتاجو قزبر ومدنوس هكا. غادي نجيبو طنجرة الضغط، كنرمي فيها هاد الدجاج هذا كيبان لكم هكذا. الدجاج هكا داك الظهر اللي كيبقى لنا من الدجاج، ولا داك الظهر هكدا كنديرو فريكو وكنستعملو ماشي مشكل. غادي نديرو هنا البصلة، نديرو هنايا كلشي بخطرة. غادي تشحر الفلفلة، هنايا التوابل، هنايا غادي نخليو هاد الروس كتولي كيجي زوين و رائع جدا، كيبغيو الصغار و الكبار. كنحركو نفرتو هاد طماد البنة، كيف قلتولكم لي مبغاهاش يستغنى عليها. ندوزو هنايا غادي نشحرو. بعد ما كيتشحر كيف كتشوفو معايا حتى يتحرنا مزيان. راه نسيت ما قلت لكم، زدنا الزيت وزدنا قزبور ومعدنوس، ودابا غادي نزيدو الرز. هنا راه درنا زدنا الرز، تلافة الرز مع 4 ديال الزلايف ديال الماء، وغادي نسدو عليه ان شاء الله ونطلقو مع الشكل النهائي. كان هذا هو الطبق الاخير ديال الارز والفلفلة. راه كيجي لذيذ 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 بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوه، راه كيجي لذيذ. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة باش تشجعوني ويوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى اللقاء.